الحقيقة العكورة احنا مراقبيها يعني، وتشغيل مستمر الى يوم امس اللي تقريبا الساعة 5 أو 6 العصر. العكورة صعدت فوق الألف، وفوق الألف لا نستطيع معالجتها ولا نستطيع تجاوزها، فاضطرينا إلى إطفاء المشاريع منذ يوم أمس في الساعة 5 أو 6 عصرا. طفت المشاريع تباعا. اليوم قبل ساعة بدينا بالتشغيل، شغلنا المشروع ماء الأيمن الموحد اللي هو القديم احنا نسميه، شغلناه هسه حاليا هو يشتغل في العمل. يعني احنا باقي المنطقة الواقفين بها حاليا بها ماء، يعني هسه اذا شوف الانبوب بماء ويجري ماء. المناطق القديمة المستشفى كلها اليوم هسه وصلها. تباعا من هنا ساعتين او ثلاثة نشغل الايمن الجديد، وبعده الغزلاني وبعده الدناني، يعني المشاريع راح تشتغل تباعا. اذا ما جتنا موجة جديدة من الماء او الامطار فاحنا اليوم ان شاء الله تباعا راح نشغل المشاريع اذا الله راد. زين، بالنسبة للصيانة هل لديكم صيانة؟ الحقيقة احنا هاي الاربع ايام الفاتت كان دوامنا صباحي مسائي نتيجة توجيه السيد المحافظ بالانذار ودعم المجاري، دعم مديرية المجاري، فكنا نداوم صباحي مسائي. اليوم عطلة مداومين. اليوم فرقنا عاملة 100%، يعني 7 فرق، 7 فرق بالمواقع العمل. احنا جينا هنا لانه منطقة قديمة وحساسة، فجينا معكم بهالمنطقة. الحقيقة اعمالنا يعني ماشية، الجانب الايمن موقفنا كله جيد ان شاء الله. بالصيف هم ان شاء الله مستعدين وموقفنا جيد ان شاء الله. اذا ما صارت عندنا تعارضات مع اعمال دوائر الاعمار فاحنا ان شاء الله موقفنا زين، مستمرين بالعمل، وان شاء الله ان شاء الله الصيف هم ما يصير عندنا شحار.